بسم الله الرحمن الرحيم. شباب اليوم إن شاء الله سنبدأ بدراسة أهم خصائص اللي هي أو أهم خاصية تمتاز بها السلاسل الزمنية بهدف زي ما أنتم عارفين إنه بالأخير نتنبأ. أهم خاصية تمتاز بها السلاسل الزمنية هي خاصية الأوتو كوفيرينس والأوتو كوريليشن، واللي كمان شوية حنشرح شو هي هاي الخصائص أو شو يعني خاصية الأوتو كوفيرينس أو شو هي الأوتو كوفيرينس وشو هي الأوتو كوريليشن. تمام. هلا بدنا يعني قبل نتذكر مع بعض شوية أمور تتعلق بالإحصاء، ليس لها علاقة بالسلاسل الزمنية دايركتلي، هي إحصاء اللي هو المتوسط الحسابي يا شباب، وطبعا من ثم الفيريانس والكوفيريانس. هلا المتوسط الحسابي اللي بذكره المين فانكشن كان يومها شو تعريفها عبارة؟ الاكسبكتيشن. زي ما انتم شايفين هنا مش كتير انا يعني هركز بشكل جوهري على شو هو تعريف الاكسبكتيشن، لكن بشكل عام الاكسبكتيشن لاي راندوم فاريبل، الاكسبكتيشن للاكس هو عبارة عن يا اما سميشن في حالة الديسكريت يا اما انتجريشن في حالة الكونتينيوس. فلو قلنا ديسكريت سميشن اكس تي، القيم تبعت الاكس تي في البروبابيلتي البي دي اف، يعني البروبابيلتي فانكشن تبعت الاكس. وفي حالة التكامل هي تكامل على قيم الاكس، الاكس هذه ذات نفسها مضروبة في التوزيع الاحتمالي لإلها. منيح يا هلا. ليش احنا المين فانكشن دائما بنحبه؟ ليش؟ لانه صراحة المين فانكشن غالبا ما يكون مرتبط بمين؟ بالفيرست اوردر بروبارتي تبعت اللي هي مين؟ القيم المشاهدة. هنا الان احنا بنحكي عن السلاسل الزمنية. تذكروا معايا يوم اخذتوا انتوا في الاحصاء، تذكروا الميثود اوف مومنتس، طريقة اللي هي المومنتس هاي العزوم، الميثود اوف مومنتس. فالميثود اوف مومنتس قلنا غالبا لما نجيب اللي هو التوزيعات الاحتمالية غالبا تتحدد اي توزيع من خلال مين؟ المومنتس تبعاته، الفيرست مومنت، الفيرست اوردر هاي بروبارتي، السكند مومنت، الثيرد مومنت، اند سو اون. معظم التوزيعات يا شباب، معظم التوزيعات فقط يعني بنكون معنيين احنا بالفيرست وبالسكند مومنت اللي هو الاكسبكتيشن للاكس واكسبكتيشن اكس تربيع. طبعا اكسبكتيشن اكس تربيع لو انتم ذاكرين معايا ايش تعريف الفيريانس، له علاقه باكسبكتيشن الاكس تربيع. صحيح. فالفيريانس له علاقه، والكوفيريانس هو الحاله الاعم من الفيريانس، وحنحكي كمان شو الكوفيرينس اذا نسيت. فعمليا الكوفيرينس او هو الفيرينس له علاقه بالسكند مومنت، بينما المين له علاقه بمين؟ بالفيرست مومنت. وليش احنا معنيين بالفيرست وبالسكند مومنت اكثر من غيرهم؟ لانه في التطبيقات العمليه في الحياه في الاستاتستيك غالبا ما يكون التوزيع الاحتمالي بتحدد، خصوصا التوزيع الطبيعي. التوزيع الطبيعي اذا بتذكره يكفي انك تعرف المين والفيريانس عشان تعرف خصائص التوزيع الطبيعي كلياته، هذا احصى. فالفيرست والسكند مومنت. هلا بعض التوزيعات بتضلها ماشيه لحديت الفورث، واحيانا نادر جدا جدا للايت مومنت. ولذلك احنا معنيين بالمين هنا فانكشن عشان نعرف اللي هو الفيرست اوردر بروبابيلتي تبعت التايم سيريز، ومعنيين بالفيريانس ومن ثم الكوفيريانس عشان نعرف السكند بروبابيلتي تبعت اللي هو المين السلسلة. هلا شباب زي ما انتم شايفين الان انا رمزت للمين بالرمز ميو سب تي. هو بصراحة كنا في الاحصاء نقول عنه ميو، لكن اليوم انا قلت عنه ميو سب تي عشان انه بالضبط هذاك كان الى حد ما بتقدر تقول خالي من اي ايش، مش فانكشن، خالي من التايم. هلا لا، ممكن يكون فانكشن وممكن يكون خالي من التي هنا، ولكن ان جنرال هو ميو اوف تي، سب اوف تي، ميو اوف تي، فانكشن في التي. منيح يا هلا يا شباب. تذكروا معايا شو تعريف الفيريانس. التعريف تبع الفيريانس هو عباره عن اللي بنرمز له بالرمز فار الاكس تي، وهو عباره عن الرمز هذا الان انا استخدمته من عندي، ولكن حنشوف ليش انا اخترت الرمز زيرو كمان شويه او القيمه زيرو هنا. طيب هي جاما صب الاكس، الاكس هذا عشان الاسم تبع المتغير العشوائي، جاما الاكس
عند الزيرو وهو عبارة عن الاكسبكتيشن لا افتح قوس اكس تي ماينس ميو تي تربيع ناحية. وطبيعي زي ما انتم شايفين هذا اذا ذاكرين معايا زمان ايام الاحصاء بس انا كنا نفكه بس انا الان مش فاكه عشان ميو اوف تي هذه ممكن تكون صراحة اعقد شوية من اني انا افكها في الاحصاء. فاذا تذكرته في الاحصاء كنا نقول هيك expectation x ناقص ميو ما كناش نحط هنا تي طبعا ولا هنا تي تربيع هو نفسه انك تقول expectation فك بالله هذا x تربيع ناقص 2 x ميو زائد ميو تربيع. طبعا الاكسبكتيشن لينير يعني بتوزع فاذا هو اكسبكتيشن اكس تربيع ناقص اكسبكتيشن 2 اكس ميو زائد اكسبكتيشن ميو تربيع وهو عبارة عن اكسبكتيشن اكس تربيع. هلا هذا ثابت هذا ثابت كونستانت فبطلعوا برا فاذا هي عبارة عن 2 ميو expectation x والتي هي ميو زائد هذه ثابت والexpectation الثابت هو نفسه فاذا هذه مع هذه بتصير ميو تربيع بالسالب فبطلع expectation x تربيع ناقص ميو تربيع. طبعا ميو تربيع ما انتم عارفين مين هي expectation x الكل تربيع هذا الان اللي انتم شايفينه ايام الاحصاء كنا نعمله انا ما عملته السبب ان الميو اوف تي هنا قد تكون فانكشن اوف تي داله بالتي انا ما بعرف كيف صغتها ممكن تكون لينير ممكن اكسبوننشال ولذلك انا ما في انا اجي افكها بسهوله ما بعرف صورتها فسبت الصيره العامه الى وهي هي هاي ماشي الحال لتعريف الفيرينس. هلا شباب هذا اللي انتم شايفينه كمان شويه حاجه اقول لكم لماذا انا استخدمت زيرو وانا هنا جاما الجاما هذا له علاقة بالكوفيريانس وهلقيت الان الصفحة السلايد الجاية هي الكوفيريانس. السامبل مين السامبل مين يعني شو معناها بالعربي متوسط العينة كلكم بتعرفوا مجموع المشاهدات على عددها مجموع القيم على عددها ما في هنا اشي جديد هذه السلايد كلها اصلا مش اشي جديد بنعرفها مراجعة السامبل فيريانس طبعا انا بدي اختار الرمز هات عشان الهات اتفقنا بنستخدمه للاستيميتر فايش جاما هات زيرو هو عبارة عن واحد على ان سميشن اكس تي ماينس اكس بار منيحية تربيع. هلا شباب ليش انا قسمت على ان بينما انتو ذاكرين كنا نقسم على ان ناقص واحد هو هيك الاصل هيك الصح الاصح او الادق ماثماتيكالي هذه لكن الابليكيشن ان ناقص واحد احنا ما بنحب خاصيه انه يكون المتغير او الاستيميتر عفوا الاستيميتر يكون بايزد منحاز هذا منحاز يعني هذا يعتبر في مشكله فعشان نحل مشكله التحيز بنقسمه على ان ناقص واحد وهذا اللي انتم بتشوفوه في الحياه الواقعيه في التطبيقات لكن انا خليته هيك منيح مش بقديل لو شفتوه في بعض الكتب بقسم على ان ناقص واحد هو عشان صراحة يحل مشكلة عدم التحيز الانبايز عفوا مشكلة التحيز وبده اياه يكون انبايز فهو بحب يكون انبايز غير متحيز مش بقديل يعني احنا خلينا عليه. هلا الان بدنا نبلش نحكي في السلايد هذه عن مفهوم الاوتو كوفيريانس ومفهوم الاوتو كوريليشن. الاوتو كوفيرينس والاوتو كوريليشن هذول المتعلقات بالسلاسل الزمنيه اجوا في الاحصاء من مفهوم الكوفيرينس والكوريليشن. نتذكر مع بعض شو كوفيرينس تعريفه كان في ذاك الوقت في الاحصاء ومن ثم ننتقل خطوه للتايم سيريز. كان زمان الشباب في عندك متغيرين متغير اكس وواي مثلا طول ووزن او دخل ومصروف الى اخره. الان انت عشان تشوف هل في ارتباط ولا ما فيش ارتباط في علاقه ولا ما فيش علاقه اول خطوه ممكن تستخدمها وهذه انفورمال يعني طريقه غير رسميه يعني انك انت ترسم
ترسم السلسلة، عفوا مش سلسلة، ترسم المشاهدات تبعون مين ومين، اكس وواي، كسكتر بلوت. سكتر بلوت يعني لوحة الانتشار. فمثلا لو كانت اللي هي العلاقة زي ما انتم شايفين عشوائية النقاط بين الاكس وبين الواي، فواضح انه هنا ما في نمط، هذا اسمه سكتر بلوت. سكتر بلوت لوحة الانتشار. فواضح انه هنا ما في علاقة، هنا نو لينير ريليشن شيب، وما في اصلا ريليشن شيب لا لينير ولا نون لينير، مظبوط؟ فيش نمط ماشي عليه. ولكن احيانا ممكن انه نشوف العلاقه من خلال سكاتر بلوت بالشكل هذا، في نمط، في تزايد في قيم الاكس يتبعها تزايد في قيم مين؟ الواي. زي ما انتم شايفين كل ما بيزداد الاكس بيزداد الواي، ففي الحاله هذه في نمط ماشيين احنا عليه من السكاتر بلوت. في اجي اقول هنا علاقه طرديه بالعربي، بوزيتيف، بوزيتيف طرديه، يعني كل ما بيزيد الاكس بيزيد مين؟ الواي. ممكن تكون عكسيه يا شباب، يعني كيف الرسمه تكون هيك؟ شو بدك اكثر في الرسم انا، بس انتم فاهمين. انا ممكن تكون مش لينير، هذه لينير. ليش لينير بالمناسبه؟ لانه استطعنا ان نحصر جميع النقاط بين خطين متوازيين وميلهم موجه. هلا ممكن يكون نقطه هان ولا هان شاذه بسموها اوتلايرز، مش قصتنا. الاوتلايرز طبعا مشكله، لكن معظم انا كلمت على انه استطعنا ان نحصر جميع النقاط، هي مش كل النقاط، يعني معظم النقاط. فاذا استطعنا انه الى حد ما جميع النقاط او معظم النقاط بين خطين متوازيين، ففي الحاله هاي بنقول عنها لينير ريليشن شيب او كورليشن او اللي بدك اياه. الاوتلايرز يعني القيم الشاذه طبعا مشكله، بس احنا مش قصتنا الان، بس عشان قصه ان انا قلت استطعنا ان نحصر جميع النقاط، هي مش جميع النقاط، معظم النقاط بين خطين متوازيين. وزي ما انتم شايفين هذه بنسميها لينير. ممكن تكون مش لينير، يعني ممكن الان ترسمه ممكن اكسبوننشال، ممكن ساين ويف، فتجدوا انه احيانا النقاط هيك بتزيد ثم بعد ذلك تنزل، وما في شويه هان هي بعد ذلك ممكن هيك. فهذه في نمط، في نمط، ولكن هذا النمط ماله؟ يعني في علاقه ولا ما فيش؟ في علاقه، بس ايش؟ نون لينير ريليشن او كورليشن طبعا شيب. هذا طبعا نوت او ايش؟ نو كورليشن، نو كورليشن، نو ريليشن شيب، ما في ارتباط على الاطلاق هان، لا لينير ولا ما يحزنون ولا غيره. ماشي الحال؟ هلا الان اللي انتم شايفينه كسكتر بلوت بيعطيني الفيرست امبريشن، الانطباع الاول عن طبيعه العلاقه بين مين ومين، بين الاكس وبين مين الواي. هذا يحصل لحد الان، احنا ما بنحكيش تايم سيريز. ولكن مشكله الرسم يا جماعه انه لا يجمع عليه ايش؟ البشر كله. فقد يرى البعض انه هذه العلاقه اللي انتم شايفينها هذه علاقه ضعيفه، وقد يرى البعض انها علاقه قويه، وقد يرى البعض انها فيش علاقه. وكل واحد ممكن يدافع عن وجهه نظره، وكل واحد ممكن يعتقد انهم ايش؟ انه صح. فالموضوع خلافي، خلينا نقول مين اللي بيحسم الموضوع؟ المقاييس الاحصائيه اللي بتعطي في النهايه رقم، زي الايزو في النهايه رقم مجمع للجميع، الرقم هذا له معنى. فيش في خلاف، خلص بيطلع الرقم، الرقم هذا بيقول انه في علاقه، علاقه قويه، طرديه، ضعيفه، الى ما يحزنه. اول مقياس من مقاييس العلاقات هو عباره عن مقياس اللي اسمه الكوفيريانس. فالكوفيريانس الا وهو بالعربي معناه التباين المشترك، التباين المشترك. فالكوفيريانس بين الاكس وبين الواي، اذا ذاكرين في الاحصاء راحوا عرفناه يومها في ذاك الوقت على انه اكسبكتيشن، نفتح قوس، اكس ناقص المين لإلها، المين للاكس مضروبا في الواي ناقص المين للواي. واذا بتذكروا يوم ما فكتوه ماثماتيكالي فبيعطيك بالنهايه اكسبكتيشن اكس واي، هذا واي كابيتال لتر، ناقص ميو اكس
ميو واي. طبعا عارفين مين هي ميو الاكس، هي اكسبكتيشن الاكس، وميو واي هي اكسبكتيشن الواي. تمام هيك؟ لقيت يا شباب هذا الكوفيرينس الرقم اللي بيطلع بالاخير بقدر انا افهم منه في علاقه ولا ما فيش، طرديه ولا ضعيفه، بس مشكلته ما بيقوليش انها قويه ولا ايش ضعيفه، سترونج ولا ويك. ليش؟ لانه قد يكون الرقم النهائي من سالب انفينيتي لانفينيتي رقم ما فيش له سقف، منيح؟ ولكن في المحصله النهائيه الرقم النهائي اللي بيطلع هذا عندك خيارين، يا موجب يا سالب، يا صفر، يا صفر يا موجب يا سالب. اذا صفر يعني ايش؟ لا توجد علاقه. بس لا توجد علاقه طرديه، وعفوا لا توجد علاقه خطيه ولا غير خطيه، هنا بس بحكي عن العلاقه الخطيه، بس علاقه خطيه، يعني ما بحكيش عن علاقه غير خطيه. عارفين شو يعني اقصد؟ يعني لو حسبتوه هان هذا حيطلع almost صفر، تقريبا صفر او صفر، ممكن يطلع صفر. فالكوفيرينس في هاي الرسمه اللي انتم شايفينها صفر، هل معناته انه لا توجد علاقه؟ هذه في علاقه، بس ما لها علاقه، ما لها غير خطيه. اذا هو معني بس مين؟ بالعلاقات الخطيه، غير الخطيه انسى الموضوع، هذا اللي احنا بنعرفه. لو طلع موجب ففي الحالة هاي علاقة بوزيتيف، يعني طردية. شو يعني علاقة طردية يا شباب؟ يعني كل ما بيزيد الاكس بيزيد الواي، علاقة طردية هيك معناها، كل ما بيزيد اكس بيزيد ماي، كل ما بيزيد الطول بيزيد الوزن، كل ما بيزيد الدخل بيزيد المصروف، مزبوط هيك؟ فاهمين ولا لا؟ طيب علاقة عكسية متى بيكون؟ إذا السالب عكسية أو نيجاتيف كورليشن. مشكلته زي ما قلت لكم انه انا هذا الرقم ما بقولش سترونج ولا ويك، ضعيف ولا قوي. ليش؟ لانه انا اقول لك شغله واحده، انت احيانا بتحسب الكوفيرينس فبيعطيك الكوفيرينس مثلا بين الطول وبين الوزن مثلا بيساوي 13، بينما الكوفيرينس بين الدخل وبين المصروف مثلا طلع 27. ففي الحالة هذه ما في أقارن ال 13 مع ال 27 وأجي أقول هذا أقوى من هذا، منيح؟ قد يكون يا شباب ال 13 أقوى من ال 27. فالكوفيرينس في كلا الحالتين بيقول في علاقة طردية، هذا اللي بقدر أقوله أنا، علاقة طردية، لكن لا يحدد القوة مين أقوى من مين، لأنه بوزيتيف. وبتعرفوا من اين جاء انه طرديه؟ طلعوا لو فكرتوا في طبيعه التعريف ذات نفسه، تشوفوا، ركزوا معي الان على الماء، على العفو، على هذا شو اسمه القلم، طلعوا متى بيطلع بوزيتيف؟ لما نكون قلنا ايش طردي. شو يعني طردي؟ يعني زياده في اكس يؤدي لمين؟ زياده في واي، او نقصان في اكس يؤدي لنقصان في واي، يعني نفس الاتجاه، زيادة في اكس يؤدي زيادة في واي، نقصان في اكس يؤدي الى نقصان في مين؟ في واي. هذا الطردي. العلاقة العكسية مين؟ واحد بيزيد تاني بينقص، مزبوط؟ طلعوا متى بيطلع هذا موجب؟ اقول لك الان، لو كانت الاكس كبيرة يعني اكبر من المين، ففي الحالة هذا بيكون كبير يعني ايش؟ موجب. ولو كانت الواي كبيرة برضو موجب، فموجب في موجب فبيطلع موجب، كبير هنا وكبير هنا بيطلع موجب. طب لو كان صغير هانا شو يعني؟ يعني سالب. صغير يعني اصغر من المتوسط، وصغير هانا سالب، صغير وصغير سالب في سالب فبيطلع موجب، عرفته؟ لكن لو هذا صغير، الاكس يعني صغيره يعني سالب، المقدار هذا سالب، بينما هذا كبير يعني هذا موجب، فهمتوني؟ هذا صغير هذا كبير، هذا سالب هذا موجب، صح؟ شو يعني العلاقه النهائيه؟ موجب في سالب، سالب عكسيه، او العكس طبعا، يعني لو هذا كبير يعني هذا موجب، وهذا صغير يعني سالب، فموجب في سالب سالب. اذا واضح من تعريف التعريف نفسه ذات نفسه، يعني ما يكون فيش علاقه، ممكن مره ترتفع هذه وهذا تنخفض، مره العكس ومره ترتفع وهذا. طيب هي هيك،
هلا الان كمان مره نرجع للمثال اللي احنا حكينا، الا وهو بانه انا ما بعرف مين اصغر مين اكبر، 13 ولا 27، ما يغرك هذه 13 وهذه 27، ممكن ال 13 اعلى اقوى. ولذلك البديل عن الكوفيرينس، وكمان مره ما معنى كوفيرينس؟ معناه تباين مشترك، الا وهو بقيس العلاقه، بقيس العلاقه من حيث ايش؟ الاتجاه، من حيث الاتجاه طردي ام ايش؟ ام عكسي ام ما فيش اي علاقه؟ الخطيه بين مين؟ متغيرين، مين هما؟ اكس واي، بس ما بيحدد سترونج ولا ويك، قوي ولا ضعيف. الكوريليشن هو اللي بيحدد معامل الارتباط، الكوريليشن. الكوريليشن اللي غالبا بيرمزوا له بالرمز رو، ولكن مش ايه في القران، هو اسمه رو، مش اشي مقدس، ماشي. ولكن تعريف الكوريليشن الان هو عباره عن الكوفيريانس بين الاكس والواي على الجذر للفيريانس تبع الاكس في الجذر للفيريانس تبع الواي. هذا الكوريليشن طبيعته حقيقه ما بين سالب واحد وما بين موجب واحد. ولو انا بدي اجي اعمل خط اعداد ما بين السالب واحد والواحد، ففي الان احدد الرقم اللي بيطلع قوي ولا ضعيف، سترونج ولا ويك، يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف، ماشي. طبيعته للكوريليشن هذا زي ما اتفقنا، هذا هو من سالب واحد لواحد، ممكن يكون زيرو في النص، هنا نص، هنا سالب نص. هلا شباب اي رقم من هان لهان بنعلم نسميه بوزيتيف، يعني علاقة طردية ولا لا؟ من هان لهان، من سالب واحد للصفر نيجاتيف، شو يعني؟ علاقة عكسية، نيجاتيف كوريليشن، نيجاتيف ريليشن شيب. فلو الرو طلع رقم هو ما بين سالب واحد الى زيرو، يعني سالب سبعة من عشرة، فبنقول علاقة مالها عكسية. شوفوا لو طلع الرو زيرو شو يعني؟ فيش علاقة، no correlation. طب لو طلع exactly واحد بنسميها علاقة perfect، علاقة تامة perfect. كيف يعني perfect؟ خطية تامة. يعني لو انتو رسمتوه، فكركم الان بين الاكس وبين الواي كسكتر بلوت، وطلع واحد، شو الرسمة حتطلع؟ مستقيم، نعم، كل النقاط تقع على مستقيم، وماله ماله؟ موجب ولا سالب؟ موجب، هذا هو، هيك حتطلع الرسمة. طبعا بالمناسبة لو طلع سالب واحد برضو بيرفكت، هذا بيرفكت موجب، هذا بيرفكت ماله؟ سالب. وفكركم الرسمة كيف حتطلع؟ هيك نيه. شوفوا شباب، من زيرو لنص ويك، ضعيف، بس ويك ايش؟ طردي ام عكسي؟ طردي، يعني بوزيتيف. طب من سالب نص للزيرو برضو ويك. طب من نص للواحد سترونج، اي رقم من نص للواحد سترونج ريليشن شيب. وهنا ايضا من سالب واحد لسالب نص يعتبر سترونج. مشكلتكم مع السالب نص والنص، في ناس بتعتبرهم النص ذات نفسه او السالب نص ذات نفسه يعتبر مودريت، يعني وسط، وفي ناس بيعتبروه مع السترونج. فانا يعني بترك الخيار لك، انت بدك تعتبره سترونج او بدك تعتبره مودريت. مودريت يعني متوسط، علاقه لا هي قويه ولا هي مين ضعيفه، وسط، علاقه وسط يعني، ماشي. علاقه الخطيه بس دكتور زي الكوفيريانس. طبعا هنا بس علاقة خطية، يعني الرسمة اللي قبل شوية رسمتوها، لو انتو رسمتوا رسمة وهيك طلعت مثلا، فالرو هذا اله اللي هو الكورليشن، يعني فكر قديش حيطلع؟ حوالين الصفر تقريبا، تقريبا صفر. شو يعني؟ يعني فيش علاقة؟ هل هذا فيش علاقة؟ هذا في علاقة، بس علاقة مالها؟ نون لينير، غير خطية. احنا بس معنيين هنا بالرو اللي هو للأسف بس بقيس العلاقة مين؟ خطية، تمام هيك؟ هذا اللي انتم بتعرفوه كلياته من وين؟ من مادة الإحصاء.
اليوم احنا بنحكي عن شو ابنية؟ عن سلاسل زمنية. الرمز اللي كان اسمه كوفيرينس زمان او الاسم اللي كان اسمه كوفيرينس اليوم شو حيصير اسمه؟ اوتو كوفيرينس. واللي كان زمان اسمه كورليشن اليوم حيصير اسمه اوتو كورليشن. السبب هذا كان بين مين ومين؟ بين اكس واي متغيران. فالان هو نفسه مع السلسله من هنا جاءت الاسم اوتو. فاوتو جاءت من انه ما فيش اكس واي، ما فيش متغيرين، هو متغير واحد، هي المبيعات، هي سلسله واحده. ولكن المبيعات الان اعتبرناها متغيرين على اساس انه المبيعات عند الزمن تي والمبيعات ذات نفسها عند الزمن اس، يعني عند زمنين. فبناخذ السلسله الذات نفسها هي هي بنفرطها، فهمتوني؟ عند الازمنه معينه تي، عند الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ماشي الحال؟ وهكذا. ثم بعد ذلك بنعمل زي إزاحة للزمن شيفت، هي نفسها المبيعات بس مش بنبدأ من الزمن واحد عاد، مثلا نبدأ من عند الزمن مثلا أربعة ثم خمسة ثم ست وهكذا. إذا الإكس والتي، الإكس والواي عفوا، اللي كان زمان هلا الآن مين؟ إكس وإكس، إكس وإكس هي نفسها، ولكن مين؟ عند زمن تي وعند زمن اس. عشان هيك الان كلمه اوتو، اوتو كورليشن، اوتو كوفيرنس، هاي تعريفهم يا شباب. الان امامنا على الكمبيوتر، فالتعريف تفضل احكي. الكورليشن الاكسبكتيشن داخل على القوس ولا بالسير؟ مش فاهم. الكورليشن الاكس اس والاكس تي، الاكسبكتيشن داخل على القوسين ولا لا؟ طبعا يا رجل، مضروبين في بعض، برمجه هذه. انت لحالك يعني اللوجيك تبع الماث لما تتعلم البرمجة مثلا فيما بعد، فهذا ملوش علاقة بالبرمجة، بس انما لا، هذه اكسبكتيشن للقوس مضروبين في بعض. فالاكسبكتيشن لينير فقط في حالة مين؟ الجمع. ومتى بيكون لينير؟ في حالة الضريب، لما يكونوا اندبندنت. اذا بتذكروا الاكسبكتيشن اكس واي، اكسبكتيشن اكس واي، هل يا ترى بيساوي اكسبكتيشن الاكس ضرب اكسبكتيشن؟ هذا لا، مش صحيح، ما بيساويهوش. ولكن في حاله الاندبندنت بتوزع، لكن في حاله الجمع لينير زائد واي فبتوزع، بتوزع الاكسبكتيشن على اكس فبتوزع، فيش مشكله سواء لينير ولا لا، عفوا سواء اندبندنت ولا غيره. المهم حتى نبلش نحكي عن الان تعريف الاوتو كوفيرينس. الاوتو كوفيرينس اوف ا تايم سيريز اللي هي اسمها اكس تي مثلا از ديفايند تو بي جاما اس وتي. طبعا هذه ما معناها كرامز، انا من عندها نسمينه جاما. شو يعني؟ يعني الاكس عند الزمن اس والاكس عند الزمن مين؟ تي. وهي بالتالي الكوفيرينس بين اكس اس واكس مين؟ تي، هي عبارة عن الاكسبكتيشن لمين؟ اكس اس ناقص المين لإلها مضروب في مين؟ اكس تي ناقص المين لإلها فور اني تو بوند تايمز اللي هم مين؟ هم تي واس. منيح هيك؟ طبعا زي ما انتم عارفين الان الفانكشن هذه اللي هي الكوفيرينس بتحدد السكند اوردر بروبرتي. طبعا هذه لها علاقة بطريقة العزوم، الميثود اوف مومنت، اللي احنا قلنا شو قلنا؟ في الإحصاء إنه التوزيع الاحتمالي غالبا ما يتحدد من وين؟ من معرفات العزوم اللي هي العزم الأول والعزم الثاني وهكذا. ذكرين هذا الكلام، الميثود أوف مومنتس وغيره. ولذلك أنا الآن معني بإني أعرف المين اللي حكينا عنه في السلايد السابقة، واليوم معني كمان ما أعرف بمين، بالأوتو كوفيرينس. وطبعا الأوتو كوفيرينس البديل عنه هو الأوتو كوريليشن، عشان نحن الأوتو كوريليشن بيعطيني معلومات زيادة، بيعطيني اللي بيعطيني إياه الأوتو كوفيرينس. شو اللي بيعطيني الاوتو كوفيرينس؟ علاقه طرديه ولا عكسيه؟ وزياده عنه مين؟ ريليشن شيب سترونج ولا ويك، صح ولا؟ فبيعطينا زياده عنه، بيعطينا اياه اللي هو الاوتو كوفيرينس، بدينا زياده عنه القوه. ولذلك احنا فيما بعد شغلنا بكون فكركم على مين؟ على الاوتو كوفيرينس. تمام. هلا الاوتو كوفيرينس فانكشن هذه تبعت السلسلة الزمنية، هي معرفة على أنها زي ما أنتم شايفين رو، الرمز اللي احنا حنختاره اسمه رو
بين الاسود تي كاكسات هي عبارة عن الكوفيريانس بين الاكس اس واكس تي مقسوما على جذر الفيريانس لاكس اس الفيريانس لاكس تي، ماشي الحال؟ وهي كرموز جاما اس تي على الفيريانس، شو سميتوه انا؟ جاما حطيت زيرو. عارفين انا ليش اخترت الزيرو؟ اقول لكم ليش؟ لانه لو سالت الان هذا الفرق لما يكون القيمتين زي بعض بين الاس وبين التي كزمنين، الفرق بينهم صفر، يعني نفس الزمن اس واس او تي وتي، مش كانك انت بتعمل كوفيرينس للاكس اس واكس اس؟ مش لما تكون الكوفيرينس للاكس والاكس هو هذا هو الفيرينس اللي بتعرفوه؟ صحيح. ولذلك الان لما يكون اس وتي نفس القيم اس واس، فالفرق بينهم كزمن هو زيرو، فجاء الرمز هذا الزيرو من انه الفرق بين الزمنين اس وتي عندما يكونان نفس الزمن، فانت كانك بتجيب الكوفيرينس لمين؟ لنفس السلسله عند الزمن اس وعند الزمن اس ذات نفسه، فيصبح اللي هو الفيريانس هو الحاله الخاصه من الكوفيرينس. ما انتم عارفين الكوفيرينس بالمناسبه، ها عشان نتذكر. اي نعم، وانا حقيقه فيما بعد حتعامل مع الفرق بين الزمن. فاحنا الان كوفيرينس بين الاكس والواي كحاله خاصه عندما، لا عفوا، بين الاكس والاكس هو عباره عن الفيريانس، تمام هيك؟ ولذلك الان لما انا هذا اعتبرته الان جاما الاكس هيك على اساس انه اسمه اكس، عند الزمن مثلا تي والزمن تي، ففي الان اجي اقول له عنه انه فيريانس الاكس هيك، او انا اجي اقول جاما الاكس. هلا الفرق بين الزمنين بحطيته مين انا؟ زيرو. عارفين ليش شباب؟ لانه حقيقه فيما بعد مش حنقول احنا جاما بشكل عام، مش حنقول هيك جاما اكس وحط الزمنين اس وتي، ححط، وهذا اللي حنشوفه في الصلاة الجاية، ححط هيك. عارفين مين الاتش هي؟ ايوه، هي الفرق بين اس وتي، اس ناقص تي او اس او تي ناقص اتش، مش مهم، حتكون مرة بالموجة مرة بالسالب، مش تفرقش كتير. ولذلك الرمز اللي احنا حنعتمده حقيقة هو هذا الرمز، حيث ان الاتش هي عبارة عن الفرق بين مين؟ الزمنين، يعني هي السلسلة ذات نفسها بس عند زمنين، الفرق بين هذين الزمنين هو يساوي اتش او اتش. ومن هنا لو حطيت الاتش بزيرو، لو حطيت الاتش بزيرو نفس الزمن بيطلع الفيريانس، فالكوفيريانس هو الحالة العامة اللي حالة منه هو مين؟ الفيريانس عند الاتش بزيرو. وصلت؟ إذا من هنا أنا اخترت الاسم زيرو هذا، تمام. هلقيت كمان مرة طلعوا عشان التعريف هذا حفظ، مطلوب منك تحفظه. الأوتو كوريليشن هو عبارة عن الأوتو كوفيريانس مقسوما على جذر الفيريانس للإكس أس عند الزمن زيرو عند ال... منيح هيك؟ طيب هلقيتها. احنا الان اللي انا قبل شويه حكيته على اللوح حيو الان امامنا في الملاحظه الاولى، فلو عرفته يا شباب الاتش على انها تي ماينس اس، اس عفوا تي ماينس اس، شو يعني زمن تي ماينس زمن اس، عرفته على انه اتش. ففي الحاله هذه البارامتر اللي هو اسمه جاما اكس اتش هو بنقول عنه الاتش اوردر او اللاج اتش اوتو كوفيرينس لاكس تي، منيح؟ هو اوتو كوفيرينس، هذا اسمه اوتو كوفيرينس، منيح؟ عند حاجه اسمها لاج. الان زي ما انتم حافظين اسماءكم بدكم تحفظوا لي كلمه اللاج هذه، من هان لما نخلص المنهج تبعنا حتضلها ورانا الكلمه هذه لاج. ما معنى اللاج؟ هي الفرق ايش؟ هيا في في الملاحظه الثانيه، الديفرنس اوف تو مومنتس ان تايم بنقول عنه مين؟ اللاج. منيح؟ اللي هو الاتش مثلا، اتش او اي رمز اخر. ولذلك الان لما عند الحديث عن فروق بين الازمنه، ففي الحاله هاي بدنا نقول عنه لاج مين؟ لاج. مثلا يا شباب لاج يساوي واحد، شو معناه؟
الفرق بين الزمنين بيساوي واحد. شو يعني؟ يعني مثلا فصل اول مع مين؟ فصل ثاني. او رابع مع مين؟ خامس او ثالث اللي قبله او اللي بعده. طب لاج يساوي اثنين مثلا، اللاج يساوي اثنين شو معناه؟ الاول مع الثالث، او السابع مع مين؟ مع الخامس او مع التاسع. الفرق بينهم المهم قد ايش؟ زمني. عندما قلنا بان الزمن العداد بتنفع تبدا من زيرو، بتنفع تبدا من سالب 20 وبدا صح، فمش بقدين انك تبدا وكانه هي هاي ها. طيب يا شباب، طبيعه التعريف تبع الكوفيريانس او الاوتو كوفيريانس صراحه بيؤدي انه سيمتريك. الاوتو كوفيريانس سيمتريك، ايش يعني السيمتريك؟ يعني الكوفيريانس، او كمان مره بظني اقول كوفيريانس، هو اوتو كوفيريانس. يعني الاوتو كوفيريانس عند اللاج اتش هو نفس الاوتو كوفيريانس عند اللاج سالب اتش. ليش؟ طبيعه التعريف ذات نفسه هيو اللي انتم شايفينه منيح، هيك الفرق بينهما سواء كان زمن اسمه اتش لقدام او اتش لورا. فيا شباب الاوتو كوفيرينس حقيقة هو نفسه نحية. فلو انا قلت لك احسب لي اوتو كوفيرينس عند سالب خمسة، هو عنده نفس الخمسة. والكوريليشن او الاوتو كوريليشن نفس الشيء، يعني سيمتريك. فاذا زي ما انت شايفين الاوتو كوريليشن عند اللاج اتش هو نفسه عند اللاج سالب اتش نحية. على اخر خاصيه هاي ما لها علاقه على الاطلاق بالتايم سيريز، ولكن هي برضو بتستخدمها احنا، هي مش عفوا هي احصاء. هذه انتم بتعرفوها الخاصيه، انه لو كان از هذول كونستانتس وفي عندك اكس وواي راندوم فاريبلز، فهي خاصيه اذا مين درسكم ولا بلاش من تحكوا اسماء، يعني انتم يوم درستوا الاحصاء هذه الخاصيه مرت عليكم حقيقه ممكن تلزمني انا، عشان هيك حطيت لكم اياها عشان لما نستخدمها مش تقولوا من وين اجت هذه الخاصية والخاصية اللي تحت منها طبعا. فهدول خاصيتين معروفات ومش صعبات اثباتهم، يعني مش مطلوب منا اثباتهم ولكن مطلوب منا معرفتهم منيح. طيب بعد ذلك في شغلة تفضل. لقيت اللامدا اكس هذا رمز، مش قيمة لامدا مضروبة في اكس اتش، لا هذه اللامدا صب اكس. هذه الاكس لما احنا قلنا لامدا، هذه مش لامدا، هذه جاما. جاما هذه جاما، جاما صب اكس جاما صب اكس، يعني الاكس هذا بس عشان انه اسم المتغير اكس، ففيك تقول جاما زيرو بدون اكس يعني ارفعوا الاكس يعني، فجاما خلاص جاما زيرو. في الامتحان مسموح لك عادي، ما عندي مشكله منيح خلاص، يعني هاي ما في داعي تحطوها حتى. جاما زيرو جاما اتش بيمشي الحال، هاي مجرد انها تبين اسم المتغير. قلت الشباب الان في عندنا رسمة الاوتو كوفيرينس ورسمة الاوتو كوريليشن واللي احنا بنقول عنه كوريليجرام، هدول بنسميهم اوتو كوفيرينس فانكشن وهي اختصارها ACVF، وبنسميها اوتو كوريليشن فانكشن ACF، وهدول اللي اسمهم كوريجرام فانكشنز. رسماتهم مهمه جدا جدا. وطبعا لاحظوا معايا قبل ما ابلش نحكي عن الرسومات، انه الرو عند الزيرو مين معناتها هاي؟ شو يعني رو عند الزيرو؟ يعني عند اللاج زيرو، نفس الزمن، انه الفرق زيرو بين الزمنين، فرق عن نفس الزمن بيساوي قديش؟ واحد. عارفين شو معناها هذه؟ هذه كأنه الأوتو كوريليشن، مش هي أوتو كوريليشن؟ لمين؟ السلسلة مع نفسها السلسلة، الزمنين اللي اسمه أسوتي مالهم؟ هم زي بعض، وكأنه الارتباط، هيك معناها مش هذا ارتباط؟ مش أوتو كوريليشن ارتباط؟ من السلسلة ونفسها ارتباط كان. أي نعم، السلسلة ذات نفسها مع ذات نفسها عند نفس الأزمنة، فكر كل ارتباط لازم يكون ماله؟ مش واحد، ولكن ان جنرال الرو فتكون بين مين ومين؟ سالب واحد. ما هي الاتش؟ الاتش هذه
هي اللاج اللي احنا قلنا عنها. فزي ما انتم شايفين الرسومات اللي امامكم على اللوحة هذه او على الكمبيوتر هي رسمتين. الرسمة اللي على الشمال هي رسمة الاوتو كوفيرينس فانكشن، هذا هي اللاجز، لاج زيرو، لاج واحد، لاج اثنين الى اخره. وزي ما انتم شايفين فيش سقف لإلها، 250 طاير. في العكس تبع مو انه في سقف لمين؟ للاوتو كوريليشن. من وين لوين؟ من سالب واحد لا او مش من سالب، من زيرو قصده، هو لحديت واحد يعني باختصار. ومن تحت لسالب واحد. صحيح انت صدقت. من سالب واحد ورسم لك خطين زرق، انا بدي اكبرها الرسمه هيك. اعتقد هيك اكبر شيء ممكن نصل له. هذه الآلة اللي امامكم شايفينها هاي؟ رسمة الاوتو كورليشن. هدول الرسمتين بالمناسبة انا عملتهم باستخدام البرنامج الاحصائي R. سهل جدا ترسموهم بالR وحنشوف كيف. منيح؟ حتى نبلش نشرح رسمة الاوتو كورليشن لانه حقيقة احنا معنيين بالاوتو كورليشن. وفي شغلة بدي احكي لكم اياها، انه بالنسبة للاوتو كورليشن يعني ارتباطات، اللي بيقيس الارتباطات، ولا انا غلطان؟ بقيس الارتباطات بين مين ومين؟ بين الاكس تي وبين ايش؟ بين الاكس اس. عند اي لاجز؟ عند اللاج هدول اللي اسمهم مين؟ اتش اللي انتم شايفينهم. صح؟ شباب فاضح؟ طيب هدول هم الاتشات وهدول هم رسماتهم. الخطين الزرق هدول، هدول عبارة عن فترات الثقة الكونفيدنس انترفال، واللي اي اشي بيعديهم بيكون هنا سيجنيفيكانت يعني ذو دلاله معنويه، واي اشي تحتيهم يعني ممكن نعمل له ايش؟ نيجليجبل، نهمله، نوت سيجنيفيكانت. انا بدي اقول لك شغله واحده الان قبل ما ابلش اشرح الرسمه. في اللي هو السلاسل الزمنيه كخطوه اولى، احنا طبعا كخطوه اخيره هي التنبؤ، يعني احنا بدنا نعمل فوركاستنج. تمام؟ هذا هو الهدف الاساسي او اللي بدنا نصل له. هلا الفوركاستنج بناء على مين؟ على موديل، لينير موديل معين. ممكن يكون لينير ممكن مش لينير، بس المهم خلونا نمشوا لي اياها لينير موديل. لينير موديل، لينير موديل يعني ريجريشن الى حد ما، مش ريجريشن اكزاكتلي بس الى حد ما فهموها هيك انتم قبل ما نصير نفهم كل شيء. فاذا احنا بدنا نعمل موديل بحيث انه يوصف مين؟ السلسلة الزمنية عبر الزمن وين رايحة، مش هيك؟ فالسلسلة الزمنية عبر الزمن وين رايحة؟ بصراحة هي مثلا الموديل هذا مشهولي انه واي مثلا بيساوي اف اوف، طبعا واي هي يعني اكس عند الازمنة تي، هي اف اوف اكس عند الازمنة اس بلس ابسلون هذا الايرور تيرم. طبعا هذا الكلام يعني مش 100% دقيق ولكن مشوها انتم هيك. واحد من اهم الاسامبشنز الفرضيات على الابسلون هذا، طبعا ابسلون في تي، انه يكونوا انكوريليتد، ما فيش ارتباطات. منيح هيك؟ والا اللي هو الديريفيشن، الاشتقاقات للموديل وغيره ما بعرف مين، بتصير في عندك فيه علامه استفهام مش مظبوطه. يعني ماثيماتيكالي احنا بنفرض انه هدول لازم يكونوا انكوريليتد بالزمن. منيح؟ لكن احيانا في الواقع بيكونوا هدول مش uncorrelated، correlated. فهنا الكورليتد بيجي من عده اشياء، وطبعا مشاكل الكورليتد يعتبر، فاحنا لازم ان هو ايش؟ نتاكد انه assumption valid موجوده والا بتصير مشكله. المهم من اين ياتي الكورليشن الارتباطات في المشاهده؟ هذا ايرور، اسمه ايرور. ايرور يعني شو؟ عشوائي يعني. المفروض فيش كورليشن. ولكن الايرور هدول الخطا العشوائي احيانا لا بيكونش عشوائي، بيكون في ارتباطات. فبيجي من عدة أشياء. إحنا مش معنيين نعرف بشكل عام، إيه يعني عفوا بشكل تفصيلي شو هم. بشكل عام ممكن يجي من خلال إنك أنت تعمل نيجليجبل يعني إهمال لبعض المتغيرات في المعادلة اللي بتربط الإكس مع غيرها، فأنت أهملت شيء مهم المفروض إنك ما تهمله، فإهمالك لهذا المتغير أدى لوجود الإيرور ولا لا؟ وأدى وجود الارتباطات. ممكن الموديل اللي انت كاتبينه من الاساس غلط، زي ما انا كاتبه هنا غلط مثلا. يعني هي العلاقه مش لينير، انت كاتبها لينير، فانت عمليا كتابتك ان المعادله لينير وهي مش لينير، فاعطاك اشلان صار في ارتباطات. في حاجات كثيره منيح، ولكن احنا كخطوه اولى اقول لكم شغله،
انه هذا الافندي نعمل له uncorrelated وما بعرف مين ونتاكد ان الاسامبشن فاليد، ويبقى انا معني بالايش باللي انا بشرحه اليوم محاضره اليوم، الا وهي مين؟ لوتو كورليشن. ولذلك انا معني باني اعمل بالاخير في المحصله النهائيه عشان بالاخير اصل لهدفي اللي هو الفوركاستنج. في المحصله النهائيه اللي هي الفوركاستنج اعمل يا شباب موديلنج لمين؟ للاوتو كورليشن. نحك فانا كيف اعمل له موديلنج؟ يعني انا لازم اعرفه نح. طب انا كيف بدي اعرف فيه اوتو كورليشن ولا ما فيش؟ للارتباطات. فاول خطوه ممكن نعملها الا وهي رسمه الاي سي اف اللي هي امامكم الان. شو يعني اي سي اف اختصارا؟ هتو قلنا احنا اوتو كورليشن فانكشن، واللي هو برسم مين قبال مين؟ الامامنا هذه برسم الاتش، وهنا مين؟ الرو. طبعا عند الاتش بيبدا من لاج 0 لاج 1 2 وهكذا، ممكن تصل للاج اللي بدك اياه، مثلا لاج 30 لاج 40 لاج 50 مثلا اللي بدك اياه. منيح. وبعد ما ترسموه في حاجه اسمها فترات الثقه اللي بالخط الازرق، كونفيدنس انترفال. كونفيدنس انترفالز إلها علاقة بالإحصاء بالمفهوم تبع الكونفيدنس انترفال، فترات الثقة بنسبة 95%. نيجي نقول إحنا واثقين أن الارتباط هنا وهنا. هلقيت الارتباطات هنا عند الزيرو أكيد لازم يكون واحد. ليش؟ لأنه قلنا رو زيرو معناه إيش؟ ارتباط بين السلسلة والسلسلة ذات نفسها عند نفس الزمن هو هو، فهي بين نفسها ونفسها عند نفس الزمن، هي أكيد ارتباط تام. تمام؟ بينما عند اللاج واحد عارفين شو بيعملوا؟ هذه الرسمة شو بيسوي كالتالي؟ بروح بقول يلا ما انا بدي اعمل ارتباط بين الاكس تي، هاي الاكس تي اللي هي عبارة عن اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة المشاهدات لحديت اكس ان، واكس تي زائد واحد طلعوا. فاذا اكس تي زائد واحد فيعني مثلا بيبدأ اكس اثنين اكس ثلاثة اكس اربعة وهكذا، فكروا كل وين بصل؟ قبل الاخيره. اذا هذه اكس مان اكس ناقص واحد هنا بيصل عند اكس ان، وطبعا بعديها ما بيصلش في بعدي شيء لانه المشاهدات عندي بحديت مين؟ لا انت هلقيت تطلعوا شو بيسوي هذا مع هذا؟ شو هو الفرق بينهم؟ لاج واحد ولا لا؟ هذه وهذه الفرق بينهم، فبيجيب لي ارتباط بين هذا وبين هذا، واللي بيطلع هو الرسمه اللي بتشوفوها امامكم واللي هي الرسمة هذه. الخط هذا قديش الارتباط طلع بعد ما جابه؟ ها طلع حوالين اللي هو مين؟ 6 من 10. وعد الخطين الزرق هدول، هذا واحد هي 6 من 10 هنا تقريبا. فخلينا اشتغل على الرسمة. اذا عد الخطين الزرق ففي الحالة هذه، اذا عد الخطين الزرق هدول ففي الحالة هذه هذا الارتباط مهم وسيجنيفيكانت، يعني ذو دلاله احصائيه بالعربي، يعني ما في اهمله. ففي ارتباط وهنا وارتباط معنوي وقوي، ولازم احط في عين الاعتبار ان هناك ارتباط ما في اهمله. ولكن اي شيء جوات الخطين الزرق جوات فترات الثقه اعتبره مهمل وكانه مش موجود. فلذلك كل الارتباطات اللي هان، كل الارتباطات اللي هان مهمله. منيح بسرعة يا شباب، مين يقول لي هذه وانا اختم محاضرتي؟ هذه عندي اللاج 2 كيف جبتوها بسرعة؟ هل قلت هذا عرفتوه كيف؟ هذا ايش سوى؟ اكس واحد بعدين مين؟ اكس زائد 2 تي زائد 2 صحيح. فهذا اكس واحد شو هذا حيكون؟ اكس 3 اكس 4 اكس 5 لحديت فكركم مين؟ اكس ان هنا وهذا فاضي وهذا فاضي. فبيعمل هذا مع هذا اللاج قديش فرقه؟ وبجيب لهم الاوتو كورليشن اللي حنشوفه المحاضرة الجاية وبطلع هان. هذا نيجليجبل يعني مهمل، يعني في اهمله يعني في ما اعتبروش موجود. خلاصه الحديث بعد ما بعرف الرسمه هذه اقول لكم هاي شو بصير الان. انا بفهم انه المبيعات اللي عندي على اساس انها مبيعات هذه طلعوا في ارتباطات بين الزمن هذا والزمن الذي يليه. طب تخيلوا معي عشان اختم محاضرتي انه عند الزمن الثالث في ارتباط، عارفين شو يعني معناه يا شباب؟ يعني الفصل الاول والفصل الرابع، الفصل الاول والرابع، الخامس والسابع، فهمنا؟ في ارتباطات. يبقى انا في مستقبلا لما بدي اعمل بريدكشن يعني فوركاستنج اني اعمل موديلنج لمين؟ احكوا للارتباطات المتعلقه بمين؟ الاول مع الثالث.
الخامس مع السابع اللي بينهم لقين الاتش يساوي 2، تمام هيك؟ طيب احنا المحاضره الجايه ان شاء الله نكمل في هذه اللي هي السلايد مع اللي هو امثله، ونختم ان شاء الله بيكون خلصنا. يعطيكم العافيه.